ودع محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وعدد من القيادات حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك قبل توجههم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام. أكد المحافظ على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية وباتباع كافة التعليمات لحين العودة، مشيرا إلى توفير أتوبيس سياحي لنقل الحجاج من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولي والعودة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والاتفاق على تيسير الإجراءات أثناء مرورهم على الطريق الدولي ومعدية القنطرة حتى مطار القاهرة الدولي وفي العودة.